يعني في الاساس كليه اعلام جامعه القاهره هي اول كليه اعلام اتعملت في مصر كمان في الشرق الاوسط كله. بعد كده من سنتين تقريبا اتعملت كليه اعلام جامعه بني سويف وجامعه جنوب الوادي، ودول كان عشان خاطر نخف الضغط شويه على اعلام القاهره وعلى اساس ان هي كانت الكليه الوحيده اللي موجوده للاعلام، فبالتالي خلينا واجهه قبلي لاعلام بني سويف وجنوب الوادي، واجهه بحري والقاهره وكل الحاجات اللي في الشمال شمال مصر يعني كلها في جامعه القاهره. الكليه عندنا بتدي درجه بكالوريوس بعد دراسه 4 سنين، يعني الدراسه عندنا بتستمر 4 سنين في الكليه. التخصص عندي انا في قسم عربي في شعبه لغه عربيه، التخصص عندي كان من سنه ثانيه وانا متخصص قسم علاقات عامه واعلان زي ما انا قلت قبل كده. هي الكليه فيها شعبتين، شعبه لغه عربيه وشعبه انجلش. العربي فيها 3 تخصصات، صحافه واذاعه وتلفزيون وعلاقات عامه واعلان. اما شعبه انجلش ففيها 4 تخصصات، نفس التخصصات بالظبط بتاعت عربي، بس فيها حاجه زياده لو قسم جنرال انك تقدر تتخصص في تخصصين من اللي احنا قلناهم. هي مصاريف عربي، هي كل سنه ليها مصاريفها طبعا حسب مجلس الكليه بيحددها، بس مصاريف عربي بتكون في حدود ما بين 300 ل 400 جنيه في السنه. مصاريف انجلش بتزيد سنويا، يعني انا اول ما دخلت الكليه كان الطلبه اللي في دفعتي بيدفعوا حوالي 8200 جنيه. السنه اللي فاتت كانوا بيدفعوا 13000، واظن السنه دي في زياده هتبقى طبعا، هي تقريبا زياده حوالي 10% كل سنه على انجلش. هو في الاساس شروط الدخول ما بين عربي وانجليزي فرق كبير، ان التخصص في عربي بيكون من سنه ثانيه، اما التخصص في انجلش فمن سنه ثالثه. مفيش انترفيو في دخول القسم في انجلش، بس في عربي في انترفيو لقسم اذاعه وتلفزيون وقسم الصحافه. الاسئله بشكل عام بتدور حوالين الحاجات اللي بتحصل في الوقت الحالي، يعني الاحداث الجاريه اللي بتحصل. بالنسبه للفرق بين كليه اداب وبين كليه اعلام، في الاساس دي اسمها كليه اداب ودي اسمها كليه اعلام. كليه اداب بتدي درجه ليسانس، كليه اعلام بتدي درجه بكالوريوس، ده بالنسبه للتقرب. تاني حاجه، انت لو دخلتي اعلام في كليه اداب هو ده مجرد قسم في الكليه، وبعد كده تخصصي في شعبه جوه القسم جوه الكليه، فده فرق كبير ما بين الكليه وما بين القسم. احنا كليه متخصصه في الاساس بالاعلام بس، بنهتم بالاعلام بس. جنب طبعا هما بيدرسوا حاجات زينا اكيد، في مواد كثيره متشابهه وفي دكاتره بيبقوا كاتبين نفس الكتب اللي هم بياخدوها، بس الدكاتره الاساسيين بتوع الاعلام هم اللي بيدوها لنا. ممكن يكون في اختلاف طبعا برضه في طريقه الدراسه او طريقه معالجه الدراسه بشكل عام في التكليفات اللي احنا بنشتغلها او الكلام ده كله، بس دي ابرز الفروق اللي موجوده يعني.